السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات ملعب الأهلي. إن شاء الله الحلقة اللي قبل مباراة النادي الأهلي وفريق اطلع برا الجنوب السوداني في دور ال 64 التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. في البداية كل سنة وحضراتكم طيبين والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير وبسعادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يا رب يجعل كل أيامنا سعادة وفرح، الشعب المصري يستاهل ويستحق أن كل أيامه تكون فرح وسعادة. قبل ما أبدأ طبعا لازم ننعي لاعب النجم النادي الأهلي اللاعب صلاح محسن وفي وفاة والده، ربنا يا رب يرحمه ويجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة. وبهذا السبب سيغيب صلاح محسن عن لقاء النادي الأهلي وغير موجود في القائمة الرئيسية في مباراة غدا إن شاء الله. طبعا الجزء الأول هنكون مع حضراتكم في آخر الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي، وهنطلع حضراتكم على القائمة اللي هتخوض إن شاء الله استعداد بكرة ومين أبرز الغائبين عن القائمة، وأيضا هنتكلم على شوية أخبار. بعديها هنروح للجزء الثاني علشان نتكلم معاهم في الناحية الفنية عن الجزء الخاص بلقاء النادي الأهلي في دور ال 64 في دوري أبطال أفريقيا، وهم النجوم النادي الأهلي ونجوم مصر الكابتن عادل طعيمة والكابتن إبراهيم عبد الصمد والكابتن محمد حشيش. طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني أول يوم عيد دايما النادي الأهلي بيكون غير إن احنا بنحتفل بالعيد، النادي الأهلي دايما بيعيد علينا بفوز في أي لقاء بيلعبه سواء في بطولة الدوري أو سواء في بطولة الكاس أو حتى في بطولة أفريقيا. الحمد لله عمرنا ما تعودنا إن النادي الأهلي ينكد علينا أبدا، النادي الأهلي على طول مفرحنا، النادي الأهلي على طول رافع من معنوياتنا، علشان كده كلنا عندنا ثقة إن بكرة إن شاء الله نخلص صلاة عيد، واللي عايز يذبح يذبح واللي عايز يعيد على حد يعيد، علشان نستعد بقى للأمسية اللي هتكون إن شاء الله الساعة 7 بتوقيت القاهرة في ملعب برج العرب النادي الأهلي وأولى المواجهات الأفريقية مع نادي اطلع بره. النادي الأهلي طبعا يعني بيحاول الفوز باللقب التاسع الأفريقي علشان كأس العالم للأندية، علشان أمجاد وبطولات. زي ما حضراتكم عارفين المنافس الوحيد للنادي الأهلي هو فريق ريال مدريد الأسباني في عدد البطولات القارية، وبالتالي الفوز في دوري الأبطال والفوز باللقب هو طريق المنافسة وتقليل الفارق في عدد البطولات بينه وما بين فريق ريال مدريد. النادي الأهلي لو فاز بدوري الأبطال أيضا بيتأهل إلى السوبر الأفريقي، واللي دايما بتكون محسوبة في عدد البطولات القارية. ما في شك صفقات جديدة النادي الأهلي بيعتمد عليها، كلهم إن شاء الله يكونوا موجودين، وإن شاء الله نحاول إن احنا نشوف على حسب مجريات المباراة نشوف بعض منهم، لكن الرؤية الأولى والأخيرة بتكون دايما للجهاز الفني. عايز أقول لحضراتكم هديكم مثال بسيط جدا على حتة الصفقات الجديدة وهل ممكن نشوفها بكرة ولا لا. أنا بقول إن يعني أعتقد إنه صعب إن احنا نشوف حد من البداية. قسوا على كلام احنا بنتكلم في فريق ليفربول، ليفربول لعب لقائين لحد دلوقتي، ليفربول لعب مع مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، وساديو ماني كان خارج القائمة تماما. ليه؟ علشان خاطر كان وقت راحة كان بيحتاجه بعد ما وصل مع فريقه لنهائي دوري الأبطال مع نهائي كأس أفريقيا عفوا. أيضا بتكلم على أنه في بداية لقاءات نادي ليفربول مع نورويتش سيتي امبارح ساديو ماني أيضا كان موجود على مقاعد البدلاء. اللي أنا بقوله لحضراتكم ده الهدف منه إيه؟ الهدف منه أن المدير الفني عامل حساب كويس قوي، اللعيبة اللي هتكون موجودة بكرة، الإجهاد اللي ممكن يكون موجود عند اللعيبة، اختلاف الجرعات التدريبية والأحمال البدنية اللي عند اللعيبة سواء متولي سواء ديانج أو سواء أفشة، لكن أكيد هيكونوا موجودين لو الجهاز الفني شاف أن المباراة النتيجة والمجريات والأحداث تستدعي ان هم يكونوا موجودين بكرة علشان ياخدوا الثقة، فأكيد ده هيتم الدفع بيه. محدش ينسى ان احنا عندنا لقاء مهم جدا في بطولة الكاس ما بين لقائين أفريقيا، هو لقاء بيراميدز اللي هيكون مهم جدا في مشوار النادي الأهلي في البطولة الثانية لموسم الماضي 2018-2019. خلصنا من الموسم الماضي مسابقة، يتبقى مسابقة تانية إن شاء الله علشان المسابقة التالتة إن هي تكون كأس السوبر قبل ما الموسم يبدأ في منتصف شهر سبتمبر.
طيب عايز ابدا مع حضراتكم بالاخبار سريعا ونروح لاولى الاخبار. مستر مارتن لاسارتي يعلن قائمه النادي الاهلي لمواجهه نادي اطلع بره الجنوب السوداني. تعالوا نروح ونعرف القائمه ونشوفها. طبعا القائمه فيها اسماء زي ما قلت لحضراتكم الشناوي وعلي لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي القادم من الاسماعيلي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعه وايمن اشرف وحسين الشحات واليو ديانج القادم من مولوديه الجزائر وعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه القادم من بيراميدز وعلي معلول واحمد الشيخ الوافد الجديد على القائمه الافريقيه واحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور اجايي وجيرالدو ومحمد هاني. طبعا بيغيب عن القائمه هقول لحضراتكم على الاربع اسامي اللي مش موجودين. نتكلم على شريف اكرامي. طبعا شريف اكرامي بيغيب بسبب الاصابه وايضا مروان محسن بيغيب بسبب ان شاء الله بكره ربنا يكرم مروان محسن يوم يعدي على خير في يوم زفافه بكره ربنا يتمم له على 1,000,000,000 خير ان شاء الله ويرزقه بالذريه الصالحه. بنتمنى له هنا من ملعب الاهلي ومن قناه النادي الاهلي ومن خلال وجود جماهير النادي الاهلي معانا ان احنا بنتمنى لك التوفيق في حياتك الجديده وان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق في حياتك الزوجيه او في ملاعب كره القدم. مروان من الشخصيات المحترمه جدا اللي تستاهل كل خير وبنبارك لك تاني مره تانيه يا مروان. وصلاح محسن بسبب وفاه والده طبعا هتبعده عن المواجهه وايضا وليد سليمان بسبب التاهيل بسبب بعض الاصابات الاخيره. وليد سليمان اكيد واحد من القوى المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي لكن زمايله قادرين على سد الفراغ اللي هيكون موجود. دي بالنسبة لقائمة النادي الأهلي اللي هكون موجودة في مباراة بكرة إن شاء الله الساعة 7 بتوقيت القاهرة. جيرالدو ينتظم في ميران الأهلي الجماعي. انتظم الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ميران الفريق الجماعي مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. شارك اللاعب في تدريبات الكرة اليوم بعد أن اكتفى أمس بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش الميران الجماعي ويدخل الأهلي في المعسكر استعدادا لمواجهة الفريق الجنوب السوداني. طبعا جيرالدو أخيرا موجود في القائمة اللي هتواجه الفريق بكرة إن شاء الله. ميران قوي لحراس مرمى النادي الأهلي. خض حراس المرمى فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بصراحة كان بيقود تدريبات قوية لرباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير. آخر خبر قبل ما نروح لشوية إحصائيات موجودة معانا خاصة بالبطولة الأفريقية. وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي. كابتن وليد سليمان لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بينفذ برنامج تأهيلي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية في الجيم وعقبها تدريبات الجري حول الملعب وبعض الوحدات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أو الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني. زي ما حضراتكم شايفين ده بعض التدريبات الخاصة بالنادي الأهلي قبل استعداده لمباراة اطلع بره الجنوب السوداني في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. عايز أقول لحضراتكم إن النادي الأهلي إن شاء الله عنده تدريب ساعة أعتقد 10 بتوقيت القاهرة يعني بنتكلم بعد حوالي 50 دقيقة من دلوقتي على ملعب برج العرب علشان يكون التدريب الأخير قبل المواجهة بكرة. تدريبات الفريق الجنوب السوداني اطلع بره كانت قبل النادي الأهلي وبالتالي النادي الأهلي هيتمرن بعد الفريق السوداني. علشان كده احنا برضو هنجيب لحضراتكم او هنحاول نروح لحضراتكم ونوريكم جزء من التدريبات الخاصة بالفريق الجنوب السوداني. وأيضا هنروح لمداخلة كالعادة مع الزميل العزيز كريم أحمد من داخل ميران النادي الأهلي علشان نطمن منه على كل الأحداث والقائمة والشكل العام والأجواء النفسية والمعنوية الخاصة بالنادي الأهلي قبل لقاء مهم جدا. محدش أبدا يستهون بلقاء بكرة. لقاء بكرة لقاء مهم جدا في دور ال 64. طبعا الفريق ممكن ما يكونش عنده تاريخ طويل في البطولة الأفريقية لكن النادي الأهلي زي ما احنا متعودين دايما بياخد كل مباراة كأنها مباراة نهائي علشان كده دايما النادي الأهلي هو متفوق في كل شيء في عدد اللقاءات في عدد المشاركات في كل الأرقام اللي هنقولها لحضراتكم دلوقتي. النادي الأهلي هو المتصدر أفريقيا ومحليا ويظل النادي الأهلي رقم واحد محليا وأفريقيا. تعالوا نروح شوية أرقام كده وإحصائيات معانا نقولها لحضراتكم أفريقيا خاصة بلقاء بكرة قبل ما نروح لمدخلات ونستقبل ضيوفنا.
طبعا بدايه من السجل الكامل للفائزين بدوري الابطال، احنا بنتكلم على النادي الاهلي هو اكتر نادي في افريقيا عنده عدد فوز بالبطوله 8 مرات 82 87 و2001 2005 2006 2008 2012 2013 8 مرات النادي الاهلي بيتوج بيهم افريقيا علشان يبعد بيهم عن نادي الزمالك ونادي مازيمبي اصحاب المركز الثاني والثالث ب 3 بطولات. الزمالك عنده 5 مرات فوز ومازيمبي عنده 5 مرات فوز. الترجي التونسي في آخر سنتين بيحقق بطولتين علشان يرفع رصيده إلى 4 بطولات في المركز الرابع، فرقوا جدا مع نادي الترجي التونسي.